الجنكية الأخبارية السورية. يوم جديد إن شاء الله يا رب هذا النهار يحمل لنا الخير والصحة والسلامة والرزق الكريم وجبران الخاطر لكل حدا اليوم رافقنا بصباحنا لليوم لكل السوريين. نقلكم سعد صباحكم وإن شاء الله هيك يا رب يكون يومنا حلو نقضي مع الأشخاص اللي منحبهم، نقضي مع الأشخاص اللي دائما بيجبروا بخواطرنا. دائما خلينا نقول أنه فقراتنا منوعة وضيوفنا من مجالات مختلفة وأكيد أخبار محافظاتنا السورية ضمن التقارير، ولكن أكيد بتصبح عليك يا ليلى. يسعد صباحك رشا، صباح الخير لك. تمام كيفك أنت؟ تمام. صباح الخير لكل الأشخاص اللي عم يحضرونا. نهار جديد يا رب يحملكم كل الخير والمحبة والصحة وراحة البال. أكيد هيك مع بداية المدارس مبارح رشا، يعني هيك الأهالي يمكن فرحانين كتير، فرحانين فرحة ما بنقدر نعبر عنا يعني بداية المدارس، بس الطلاب مو كلهم فرحانين. وأكيد بالامتحانات لطلاب الجامعات بنتمنى التوفيق للجميع، ونهار جديد يا رب بيحملكم الخير والسعادة. محطاتنا الصباحية عديدة ومتنوعة مع ضيوف الاختصاصيين رح نبدأ فيها، لكن بعد هذا الفاصل اللطيف. وقبل ما نروح لمساحتنا الصباحية خلونا نروح لمجموعة من الأخبار المنوعة، ولكن خلونا هيك نحيي جميع الكادر التدريسي بجميع المدارس. يعني مبارح كانوا جنود بالمدارس موجودين، يعطيكم ألف عافية. اليوم يعني عم تكملوا مسيرة الأهل، يمكن اليوم التشبيك كتير مهم معكم، فالمسؤولية كتير كبيرة. من نقولكم هيك يا رب يكون معكم ويعطيكم ألف عافية. وخلونا نروح لأول أخبارنا لليوم، وحنروح للجزائر ونشوف ضمن الفيديو معرض للحلى الفضية، خلينا نقول الاكسسوار. هذا الفضيات اللي موجوده ضمن المعرض هي بتمثل ثقافات عديده مرقت ضمن الجزائر. خلونا نشوف ضمن الفيديو الاكسسوار الموجوده.
قد ايه حلو الموديلات اللي شفناها، يمكن في ناس كثير بتستهواها الموديلات، خلينا نقول الضخمه بالموديلات مثل المعده لليوم هالة السعد، يمكن هذا مودك اكثر شيء يا هالة يعني. مثل ما قلنا اليوم قد ايه حلو انه عم يمثل ثقافات مرقت بالجزائر. اما هلا رشا رح نروح لتاني اخبارنا المنوعه لليوم، وخبرنا الثاني من الولايات المتحده الامريكيه. عرضت احدى الشركات الهندسيه اول منزل مصمم بالكامل بالتقنيه ثلاثيه الابعاد في اكبر حي سكني مطبوع بالعالم. منتابع سوا هذا التقرير ومنرجع. قد ايه اليوم ليلى التقنيات الجديده اللي عم نشوفها، ان كان بال 3D ان كان بتقنيات خلينا نقول الهولوجرام وحتى الذكاء الاصطناعي، صار له علاقات كثير بموضوع الديكور وتصميم الاثاث حتى وتصميم المنازل. يعني يمكن بكره انت قاعده هيك تقعدي تخططي المنزل اللي بدك اياه لتقدري تطبقيه. وكثير حلو يعني البيت اللي شفناه تصميمه هيك، مع انه لساته بالبدايات بس مبين كثير شيء حلو. يمكن نحن هيك رايحين على فترة مقبلة يكون اليوم التكنولوجيا والعالم الرقمي هو العالم الأهم من العالم البشري، فما بنعرف. أما بآخر أخبارنا لليوم رح نروح للتايوان اللي راحوا لإجراءات احترازية قبل وصول الأعصار إلى المنطقة. هذا الأعصار سبب هطول كميات كتير كبيرة من الأمطار ورياح، وبسبب هذا الأعصار أكيد كمان تم إغلاق المدارس والوظائف وإيقاف تقريبا 200 رحلة. خلينا نشوف باقي التفاصيل ضمن الفيديو التالي. يا صباح الخير عن جديد لكل الأشخاص اللي عم يحضرونا. هلا رح نروح لأولى فقراتنا الصباحية لليوم لنحكي فيها عن فقر الدم. فقر الدم يعد من الحالات الطبية اللي بتتميز بعدم وجود كمية كافية من خلايا الدم الحمراء اللي تنقل الأكسجين للأنسجة. لهيك رح نحكي اليوم عن فقر الدم، أسبابه وأعراضه وأنواعه وأيضا طرق الوقاية منه. لنحكي أكثر عن هذا الموضوع معنا الدكتور
بهجة ناعورة، اختصاصي في الطب المخبري. سعد صباحك دكتور. سعد صباحك يا ربي. صباح الخير حكيم، واهلا وسهلا بحضرتك. الله يسلمك. عم نحكي اليوم عن موضوع طبي، وكنا عم نقول انه هو شائع بين الناس، ويمكن صارت نسبته اكثر بهي الفتره، يعني بسبب خلينا نقول التغذيه اختلفت. أكيد. يعني خلينا نروح بالتعريف العلمي والطبي لفقر الدم. تمام. هلا فقر الدم من ناحيه التعريف الطبي هو حدوث مشكله بقلب الكرية الحمراء أو الهيموغلوبين الخضاب اللي ضمن الكرية الحمراء اللي هي بدها تنقل الأكسجين لأنسجة الجسم. صحيح. هي من ناحية التعريف الطبي. هون بيكون عندك الكمية من الكريات الحمراء أو من الخضاب غير كافية حتى تنقل الأكسجين لكافة أعضاء الجسم، وهذا رح يؤدي لمضاعفات فقر الدم. تمام. خلينا نحكي دكتور عن أسبابه، يعني الأسباب الرئيسية له، ويمكن بتختلف الحالة من شخص لشخص. إيه أكيد. هلأ بالنسبة لأسباب فقر الدم هي أسباب كثيرة. أول شيء حتى نحدد الأنواع، كل نوع له سبب. من ناحية البسيطة هي ممكن يكون سبب الأشياء هو فقر الدم بعوز الحديد. ممكن تكون فقر الدم بسبب العوز فيتامين B12. ممكن تكون سبب بعوز B9. هذا من ناحية العناصر الأساسية. ممكن تكون بعوز الإريثروبيوتين. ممكن تكون بسبب وراثي، هي حامل لطفرة تلاسيميا، حامل طفرة منجلي. ممكن تكون سبب فقر الدم بسبب مرض مزمن أنيميا أوف كرونيك ديسيز. ممكن تكون فقر الدم الخبيث. ممكن يكون عندنا فقر الدم الخبيث. الخبيث سمعت شيء ثاني أنا. ممكن يكون عندنا فقر الدم قلنا احنا امراض المزمنه انيميا، وممكن يكون عندنا فقر دم غير مصنع بلاستيك انيميا. بيهم كل نوع له سبب لفقر الدم. حكيمي، احنا فينا كمان نقول اليوم وراثيا، يعني اذا كان له علاقه بفتره الحمل من الام ممكن تكون قصه كمان. اكيد. طيب خلينا نروح اليوم للاشخاص اللي بيعانوا من هذا الموضوع. في اعراض اكيد بتظهر عليهم، بيقدروا من خلالها يروحوا لتحليل المخبري ليعرفوا اليوم نسبه الحديد ومخزون الحديد بالجسم. خلينا نحكي عن الاعراض اليوم، كيف نحن قادرين نميز اذا هو فقر دم او ممكن يتشابه مع عرض اخر او حاله اخرى. تمام. هلا اول شيء بالنسبه لفقر الدم، اول شيء بنطلع نحن على الاعراض. الاعراض هي التعب، شحوب الجلد، دوخه، صداع، فقدان الشهيه. هدول الاعراض الاساسيه اللي ممكن تصير تسرع بالقلب، وهذا ممكن يسبب له نحن اجهاد. بل احنا بعد هدول لما يصير عند اي مريض هذا الاعراض نحن بنعمل بتحليل اول شيء بسيط جدا هو اسمه CBC كومبليت بلاد كاونت. من ضمنه رح نتعرف نحن على الكريه الحمراء وعلى الخضاب وعلى مناسب بالكرية الحمراء، يعني من ناحية الحجم وامتلاءها للكريات امتلاءها للخضاب والار دي دبليو اختلاف الاشكال لها. هون نحن بهي الحالة هون حناخذ صورة مثل صورة الدم. من صورة الدم نحن هون حنتوجه اول شيء بدنا نعرف اذا موجود فقر الدم، ومن الصورة نحن حنتوجه شو ممكن يكون نوع فقر الدم. بل احنا على هذا الاساس. تحبي يتوسع بها فيها نوع يعني كونه ذكرت النوع، فنحن اكيد يعني اليوم لازم نوضح الفكره، يعني بالتحليل شو ممكن الانواع اللي ممكن تظهر مع حضرتك كمخبري اليوم. تماما. هلا اول شغله نحن المريض حيبتدي بصوره دم مثل ما حكينا هو الكومبليت بلاد كاونت. منا رح نشوف نحن شو في عندنا نقص. يعني على فرض على مثال اذا لقينا نحن مثلا عندنا الكريه الحمراء تعدادها قليل، الخضاب نازل، حجمها للكريه صغير، مشعر الار دي دبليو مشعر الاختلاف الاشكال حيكون كثير كبير، وطبعا في مشعرات مخبريه طبعا ممكن احنا ندرسها، هي ما بنكتبها احنا ندرسها. مثلا مشعر منتظر اندكس بنقسم قيمه الام سي في على الار بي سي، اذا لقيناها تحت فوق ال 13 مشان نكمل معها ممكن نلاقي نقول انه هي الحاله هي اي دي اي ايرون ديفشنسي انيميا. طبعا بالمقابل اذا لقينا المشعر تحت 13 ولقينا في زياده بالكريات الحمراء مع نقص بالحجم واختلاف الاشكال الطبيعي، هون نتوجه باتجاه التلاسيميا. هنحكي وحده وحده. اذا احنا باتجاه فقر الدم بعوز الحديد توجهنا، هون رح نطلب نحن حديد حر، حنطلب سعه رابطه، حنطلب مخزون الحديد، ممكن نضاف له سرعه تسفل او ال دي اتش تمام مشان نعمل صوره كامله. هون بنحدد نحن انه هذا فقر الدم راح باتجاه عوز الحديد. هو امن. اسباب فقر الدم بعوز الحديد ممكن تيجي عن طريق نقص وارد الغذائي، ممكن تجي عن طريق استخدام أدوية بشكل مزمن مثل مضادات الحموضة، ممكن تجي عن نزف مزمن، ممكن تكون سبب الأشياء عند المسنين هي نزف معدي، أو عند الصبايا اليافعات هي بسبب الدورة الشهرية ممكن تكون غزيرة وما يكون في وارد غذائي يعوض كمية فقد الدم.
هون احنا خلصنا من اول حاله يعني هيك ببساطه مخبريه. ممكن على التلسيميا احنا اذا لقينا هذا المشعر المنتظر مثلا تحت 13 هون نطلب بقى مثلا نطلب رحلان خضاب. رحلان خضاب هون حيحدد اذا في طفره وراثيه كانت موجوده او لا. طبعا من اي ناحيه حكيم، الاب او الام ممكن تجي هي الطفره؟ لا ممكن تجي من الشخصين. عشان هيك نحن في عندنا كمان مخبر ما قبل الزواج، هذا حديث دائما بيقولوا من العمات اكثر من جهه الاب تجي الامراض وال هلا دائما هو الذكور ثلاث ارباع يعني هن الاكثر السبب بالامراض يعني اكيد. منطلع هون احنا على رحلان الخضاب، في مشعرات ثانيه ممكن نطلع عليها. هنلاقي هون مخزون الحديد ممكن يكون مرتفع مثلا بمرضى التلاسيميا. هون حنحدد بقى شو هو التلاسيميا. ممكن لا تكشف بالرحلان، ممكن احنا نعمل طفرات وراثيه في جزء من التلاسيميا لا يكشف بالرحلان، نعمل احنا طفره وراثيه. هي من ناحيه فقر الدم نقول صغير الحجم تقريبا. ممكن تكون سوي الحجم، ممكن يكون ناتج عن امراض مزمنه كرونيك ديسيز، ممكن يكون ناتج عن نزف مزمن. اذا كان سوي الحجم لقينا الام سي في طبيعي. اذا لقينا فقر الدم كبير الحجم هون احنا حنطلع على مشعر بسموه كمان الار دي دبليو. اذا لقيناه مرتفع حنقول انه هي الحاله مثلا ميغالوبلاستيك انيميا، فقر دم عرطله. ممكن ناتج يكون عن نقص الفيتامين بي 12، ممكن يكون فوليك اسيد البي 9 اللي بيستخدموه بشكل دائم. كمان هون رح نعمل تحاليل متممه للبي 9 والبي 12، ممكن نضاف عليه كمان تحليل الهوموسيستين لانه هذا كمان مشعر مهم كثير. وبالأو مثلا ممكن نلاقي الار دي دبليو طبيعي، ممكن نفوت احنا على حاله مثلا اي بلاستيك انيميا. هون حنطلب يعني اجراء دمويات، حاله ضخمه يعني بانواع فقر الدم. ذكرت من شوي انه في انواع كثير لفقر الدم وذكرت الاعراض، هل الاعراض بتتشابه مع كل انواع فقر الدم؟ يعني هي نفس الاعراض؟ لانه بنشوف كثير اشخاص يعني صاروا مثلا انه انا حسيت بدوخه وهي الاعراض اللي عم تحكي عنها، حتى يمكن بيقولوا الاصفرار بقلب العيون، فبيروحوا ليمكن ليعملوا تحليل منهم من حالهم، او يلا انا باخذ الشغلات اللي بتعوض لي فقر الدم بدون ما ينتبهوا انه هذا شو، كونه ذكرت انه له كثير انواع. تماما. هلا هون فقر الدم نحن عندنا حالات من بسيطه لشديده. البسيطه ممكن تتعالج بامر بس، ممكن تكون شديده تحتاج لنقل دم بشكل دائم. بس الاعراض نفسها؟ الاعراض طبعا بالبدايه حتتشابه بس الاعراض حتختلف شدتها بين فقر الدم البسيط وفقر الدم الشديد، حتختلف الشده معها. هلا اغلب العالم هلا اليوم عم تعاني من فقر دم تمام، بس بشكل متوسط لخفيف. هي يعني الوارد الغذائي هو اللي بده يقدر يعوضه يعني أو متمم الغذائي. طيب كونه ذكرت المتممات والأغذية، اليوم نحن في خطة علاج، اليوم حضرتك الحكيم المختص بيروح فيها مع المريض حسب نسبة العوز. قبل ما نروح للعلاج اليوم، قد ايه النسبة الطبيعية، الحدود يعني الطبيعية كمخبر يعني بفقر الدم عند الشخص، قد ايه المفروض يكون النسبة اليوم موجودة؟ تماما. هلا بالنسبة للنساء نحن لازم تكون نسبة من 12 ولا اعلى، من 12 لل 14 15. والذكور؟ الذكور من 13 ونص ل 16. كمان. طيب علاجيا يعني اليوم حكي ما بين الابر، ما بين المتممات الغذائيه وما بين الغذاء الموجود بالبيت، اليوم كيف خطه العلاج عم تمشوا عليها؟ تماما. اول شيء نحن بعد ما تحدد شو النوع، نحن نعوض نحن العنصر الناقص. ان كان الحديد ممكن نحن نعوضه عن طريق الفم. ابر شرب حب ابر شرب ممكن نحوضه عن طريق التسريب الوريدي، او ممكن يكون الفوليك اسيد ممكن نعوضه، او ممكن يكون بي 12، او ممكن يتشاركوا مع بعض بحال نعوض الثلاثه سوا. ممكن نعوض نحن بهرمون، هرمون الانسولين اذا كانت عندنا مشكله بالكلى رافقت مع عوز حديد. هون اول شيء نحن بدنا المتمم الغذائي بده يتبع حسب النقص الموجود. خلينا نحكي شوي دكتور هيك عن نصائح يعني لأشخاص أنه ليقدروا يتعايشوا مع هي الحالة، خصوصا الحالات الخفيفة أو المتوسطة، أنه ليقدروا أنه يتداركوها. تماما. أول نصيحة أنه قبل ما نفوت بالأعراض أو خلينا نقول عوامل الوقاية، أول نصيحة هو لازم دائما يجرى تحاليل بشكل دوري، خاصة عند النساء اليافعات، مرة كل ست شهور. من بعدها نحن نرجع مع الطبيب المختص لنحدد شو السبب، ولما ناخذ نحن الطبيب المختص يعطي العلاج اللازم أو العلاج اللي هو ناقص للخضاب، بدنا ناخده بشكل تعليمات صح، ما نشاركه مع أدوية، نعمل فاصل زمني 3 ساعات كحد أدنى مع أي دواء تاني مشان يصير عندنا الامتصاص بشكل كامل. هذا شغلة كتير مهمة.
وإذا بتحبي نصيحة مهمة كتير، لما دائما إذا كان عندنا فقر دم بيعوز الحديد ممكن تكون عندنا مشكلة بالامتصاص. بقى أنا بتمنى بعد ما تم التشخيص نعمل تحليل الحديد على الريق تمام قبل ما نبتدئ بالعلاج، حيكون ناقص أكيد. بعد ما ناخذ الحبة بساعتين لازم نرجع نعيد تحليل الحديد، هون لازم نلاقيه مرتفع، هون نحن ضمننا أنه هي الحبة هي فعلا فعالة وفعلا استفاد الجسم ووصل الحديد بكمية مناسبة لمجرى الدم. طيب احيانا هيك بعض الاشخاص يعني بيتكاسلوا، بعض الاشخاص لا يروحوا للمخبر يعني بسبب ضغط العمل، بسبب ضغوطات الحياه، فبفوتوا بهي الاعراض وبيشعروا فيها اليوم انه هنن حدا تعبان، حدا اليوم يمكن من طلعت درج عم يتعب، نفسه عم بيضيق، عم ينحف بدون اسباب مع انه حدا عم ياكل، يعني في مشكله، ولكن اليوم ما في روح على الحكيم ولا في مخبر، اليوم في مضاعفات، هذا الجسم اكيد بده يتاثر بالشيء السلبي. يعني في حال اليوم ما تم معالجه فقر الدم وبقي الانسان على وضعه، شو يعني اكثر مستوى بالمضاعفات ممكن نصل له؟ ما بدنا نرعب العالم، اكثر مستوى ممكن نوصل للموت. هذا اكيد يعني، بس بالنسبه للحالات الشديده اكيد يعني، هو اكيد الانسان ما رح يتكاسل ويوصل لمرحله شديده، اكيد هو رح يلجا لفكره حكيم انه احنا دائما بنروح بالحاله الاسعافيه لكل الحالات مو بس اليوم بفقر الدم، فبتكون رحله العلاج طويله وشاقه على المريض وعلى المختص اكيد يعني. هذا الشيء كثير حلو يعني، وهذا السؤال كثير حلو. اليوم في فرع بالطب اسمه الطب الوقائي، هذا فرع جديد. هذا الطب الوقائي اول شيء اليوم بلشت تتغير المفهوم، صار العالم تهتم شوي بالصحه زياده، صرنا نقول ممارسه الرياضه والتغذيه السليمه والابتعاد عن العوامل المسببه للاذى الجسدي او الاذى العضوي، ومن ضمنه هو التحاليل الدوريه. التحاليل الدوريه اليوم صار جزء من المفهوم او صار جزء من العيش، مثل كأنه واحد نازل على دوامه لازم كمان يعمل تحليل دوري. هي ثقافه بدنا نتعود عليها يعني. كل امتى دكتور تقريبا لازم نحن نعمل هذا التحليل؟ اللي ما بيشكي من اي مرض كل سنه مره بشكل يعني هيك كافي وجيد، بس احنا اليوم هذا فرع، واليوم شركات التامين برا عم يجبروا المريض، لقوا هن بتعرف انه بيبنوا المعلومه على دراسه احصائيه، بالدراسه الاحصائيه لقوا انه لما لقوا التحاليل الدوريه الناس واظبوا عليها اكتشفوا المرض بالبدايه، كان كوست العلاج تكلفه العلاج قليل، كان معدل الشفاء اعلى بكثير لما لقوا المرض بالبدايه. هون شركه التامين صار جبرت الاشخاص خاصه بعد سن معين على الالتزام بالتحاليل الدوريه، لما التحاليل الدوريه يعني حتنفذ المريض من تكلفه علاج كبيره ومن مشقه بالعلاج، حيكون معدل الشفاء اعلى. كيف اذا حدا طلب له الدكتور تحليله طنش السيره؟ خلص نحن بنسحب له دم عيون. تمام، خلينا نتوسع شوي بعوامل الوقايه دكتور، يعني خصوصا بالاغذيه مثل ما ذكرنا انه في ناس يعني بتتهامل عن القصة، ممكن تكون بالبدايات حست بهي الاعراض، شو اهم الاغذيه اليوم اللي ممكن بدايه تتداركها بعدين بنروح لقصص الادويه؟ تمام. هلا الخضروات هو عنصر مهم، بيقولوا السبانخ، العدس، بقدونس، العدس، ممكن تكون بيقولوا انه جزء من السودا او الكبده. هون بدي اسالك حكيم، يعني لو في اختلاف طبي اليوم بموضوع السودا يعني حدا من الاطباء يعني كان متواجد معنا بالصباحي وهو قال لنا انه اليوم السودا هي ممكن تدعم موضوع نقص البروتين، ما لها علاقه ابدا بفقر الدم. بالنهايه هو حامل، حيكون حامل مساعد، يعني انت عم تتوقع انه فيتامين سي حيشارك بتشكيل الخضار، وبالتالي هو كمان عامل مهم ما فينا نحن نهمله. بس هو ما هو اساس، يعني اي حدا اليوم اي عامل هو اساس لك روح جيب سودا وقول وعندي بيقول لك عندي كول سودا. نحن اول شغله من طلع اذا كميه هذا النقص اول شيء نكتشف عن طريق المخبر، وبالتالي هون لما يكتشف النقص عن طريق المخبر رح يحدد قد ايه الكميه، يعني ممكن نحن لما واحد يتجه باتجاه تغذيه سليمه حيكون كافي، اما نحن نعتمد على التغذيه بديل عن العلاج الكيميائي اكيد لا. إن سودا، إن بقدونس، إن عدس، العدس الاحمر، سبانخ، لا الاسود او الاحمر حكيم او اثنيناتهم فيهم عناصر غذائيه، بس هو غير كافي يعوض عن العلاج عن الدواء الدي اكيد، يعني مو معقول واحد ياكل مثلا كميه كثير هائله من العدس مقابل حبه، يعني ممكن تكون ابره الشرب هيك ديكوفير بقلبها مثلا 300. هي اذا كانت نسبه فقر الدم شديده حتى ولو احنا لازم نعوض بسرعه، لانه لازم فقر الدم احنا ما نستمر فيه، اول شيء حيعمل تعب، حيزيد تسرع القلب، تسرع القلب ممكن احنا يؤدي الى فشل قلبي بالنهايه، لانه احنا عم نعمل اجهاد للقلب اكثر من المفروض، هو القلب هو عضو اساسي هو عضو لا ينام
تنفعال هو، ما هو احنا هذا اكيد هو هذا القلب احنا لازم نساعده، فالدم حيزيد عدد الضربات، حيزيد تسرع، فاحنا عشان احنا نتفادى مشاكل قلبيه بالمستقبل لازم دائما نتعوض بشكل سريع. انا مو مع المعوضه بالتغذيه، هذا رايي انا يعني صراحه. اليوم دائما عم بيروحوا الاخصائيين انه للموارد الطبيعيه من الاكل الطبيعي، ولكن اليوم مثل ما ذكرت حضرتك انه وقت بيكون النقص يعني بنسبه عاليه، نحن اليوم مضطرين نروح حتى للابار للمكملات الغذائيه، ويمكن اليوم النساء بعد سن ال 30 او ال 40 المفروض يكونوا بيروحوا بالمكملات الغذائيه. بعد سنة بالعشرين 30 40 هن لازم ياخذوا مكملات لانه عندهم هن فقد شهري للدم. هلا بعد سن الأربعين بالعكس حيصير عندهم الخضاب افضل بكثير، لانه هن ما عاد عندهم هذا الفقد، وبالتالي صار الوارد الغذائي بتوقع بشكل كافي. هل في نوع من الأدوية دكتور يعني هي بتأثر على فقر الدم، يمكن بعد أدوية التنحيف أو خلينا نقول الرجيم القاسي في كثير سيدات بتتبعه، ممكن تأخذ أدوية ممكن يكون لها علاقة بفقر الدم؟ أكيد 100%. أول شغلة من ناحية التنحيف، حتى عمليات قص المعدة ممكن تأثر على الامتصاص بشكل كثير كبير. بالنهاية نحن حيبتدئ مرحلة الامتصاص إما للغذاء أو بالدواء بالمعدة، وبالتالي حموضة المعدة هي هون بالبداية هي عامل أساسي. اول شغله ممكن تكون ادويه مضادات الحموضه اللي عم ناخذها نحن تاثر كثير على الامتصاص، ممكن عمليات قص المعده تاثر على الامتصاص، ممكن ادويه التهاب سيبروفلوكساسين، ادويه السل، هي كلها حتاثر على الامتصاص للوارد الغذائي. ادويه السل، مضادات الحموضه، عوامل قص المعده، ممكن تكون دواء الميتفورمين، ممكن يسأل كثير عم يستخدموه للتنحيف مع انه هو لتنظيم السكر. الميتفورمين الميتفورمين كمان ممكن ياثر على العوز بي 12 ويسبب فقر دم عرطله. ما في كثير ادويه هي حتاثر، وانا بتمنى اي حبه او متمم غذائي نعمل فاصل زمني كبير مع اي دواء ثاني. ودائما اليوم بالوقايه وبالكشف الدوري واجراء التحاليل المخبريه، اليوم نحن قادرين يمكن نسيطر على اي حاله مرضيه او حتى نقص داخل اجسامنا. بنتشكر حضورك اليوم الدكتور بهجت اخصائي في الطب المخبري، يسعد صباحك وشكرا لك المعلومات اللي ذكرتها. شكرا لك، شكرا لحضورك دكتور للمعلومات اللي قدمتها. اما هلا نحن مكملين بباقي مساحتنا الصباحيه، ولكن مثل ما تعودنا خلونا نروح على غرفه الاخبار ونكون بموجز لاهم الاحداث السياسيه والمحليه والدوليه مع زميلتنا نيرمين عمار. يسعد صباحك نيرمين. صباح الخير رشا وليلى ولكل المشاهدي الاخباريه السوريه. موجز لكن بعد الفاصل. أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 32 القاضي بإنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم 109 تاريخ 17 من أب عام 1968 وتعديلاته المتعلقة بإحداث محاكم الميدان العسكرية. كما نص المرسوم التشريعي على إحالة جميع القضايا المحالة إلى محاكم الميدان العسكرية بحالتها الحاضرة إلى القضاء العسكري لإجراء الملاحقة فيها وفق أحكام قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته. اندلعت اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في بلدة طمون قضاء طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة فجر اليوم بعد اقتحام البلدة ومداهمة منزل أحد الفلسطينيين، إضافة إلى محاصرة عدد آخر من المنازل في المنطقة. وتركزت الاقتحامات في محافظات طوباس ورام الله ونابلس، خلالها تم مداهمة عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية، وذلك بعد احتجازهم لساعات. واعتقلت قوات الاحتلال أسيرا محررا بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته خلال اقتحامها لبلدة كوبر شمال غرب محافظة رام الله والبيرة. ومن محافظة نابلس اعتقلت قوات الاحتلال شابا عقب اقتحام منزله في مخيم عسكر الجديد، كما اعتقلت آخر عقب اقتحام منزله في مخيم عسكر.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت طائرتين أوكرانيتين مسيرتين فوق البحر الأسود بالقرب من شبه جزيرة القرم ومقاطعة كورسك. قالت الدفاع الروسية أنه تم إحباط محاولة من جانب القوات الأوكرانية لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرتين مسيرتين على أهداف في روسيا. وقد دمرت أنظمة الدفاع الجوي طائرتين مسيرتين أوكرانيتين في الجو فوق البحر الأسود بالقرب من شبه جزيرة القرم وفوق أراضي مقاطعة كورسك. وفي وقت سابق أعلن حاكم مقاطعة كورسك أن أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية رصدت وأسقطت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين في منطقتين بالمقاطعة. وفي خبرنا الأخير، ألغى قادة المجلس العسكري في النيجر حزمة من الاتفاقات العسكرية المبرمة مع باريس، في حين تواصلت المظاهرات المطالبة برحيل القوات الفرنسية عن البلاد. وقال مصدر عسكري أن القوات الفرنسية التزمت بمواقعها داخل قاعدتها فقط منذ انتهاء سريان الاتفاقية، مضيفا أن قوات الجيش والشرطة النيجيرية واصلت تعزيز وجودها داخل القاعدة العسكرية وفي محيطها، حيث صدرت لها أوامر بمراقبة أي تحرك للقوات الفرنسية من القاعدة. وكان مصدر عسكري في النيجر قال إن المجلس العسكري وجه بتسليح الشرطة في العاصمة والمناطق المتاخمة لها وأبقى على حالة التأهب في صفوف الجيش. ختام الموجز، عودة للاستوديوهات، صباح نغير. شكرا لك يا نيرمين، وبقيت نهار حلو لك. اما نحن مكملين بباقي مساحاتنا الصباحيه، وحنروح اليوم هيك بمساحه ونحكي فيها عن، خلينا نقول، حاله نفسيه وجدانيه سلوكيه، وهي اللامبالاه. وما ادراك هذا الموضوع قد ايه هو مهم بحياتنا، وقد ايه في ناس اليوم عايشه بمرحله اللامبالاه. في ناس اليوم فقدت الشغف بحياتها واصبحت غير مبالي، لا ان كان بعملها، لا بحياتها، لا بعلاقاتها الاجتماعيه، ولا حتى بالعلاقات العاطفيه. اليوم شو تاثير هي الحاله على مستقبل الانسان؟ كيف ممكن نحن نفعلها بالشكل الايجابي؟ هل هي نوعين؟ اكيد هي فطري ومكتسب. اليوم الانسان بيصل لإلى بعد الكثير من الصدمات العاطفيه، الصدمات الاجتماعيه، بتصل لمرحله اليوم انه انا ما بقى تفرق معي شيء بكثير من مجالات الحياه. يمكن بعض الاشخاص بيكون عندهم هي القصه، خلينا نقول المرحله الملكيه، انه انت اليوم بتعيش رضيان عن حالك، ما لك علاقه بكل شيء عم بيصير حواليك، ولكن اكيد بالناحيه الثانيه في شيء سلبي وممكن ياثر على حياتك، على علاقاتك وعلى قلبك وعلى مستقبلك. اليوم رح نحكي عن هذا الموضوع، وضيفتنا لليوم هي الاخصائيه نور ضياء الدين المهاينه، وهي استشاريه نفسيه واسريه. صباح الخير، سعد صباحك، وكيفك لليوم؟ سعد صباحكم، صباح الاخبار يا سوريا، بكل خير. سعد صباحك واهلا وسهلا فيك. سعد صباحك. بدايه خلينا نعرف معنى اللامبالاه بعلم النفس. اللامبالاه هي حاله نفسيه سلوكيه وجدانيه تتصف الى اتجاهين، اتجاه فطري واتجاه مكتسب. الاتجاه الفطري بتكون من حالات التربيه القاسيه او من حالات الضغوطات او بحاله وجود اختلال بالدماغ، مرض بيولد مع ولاده الانسان، يعني بولادته، او بسبب موضوع اكتئاب، ان كان اكتئاب صغير منذ الصغر او اكتئاب بحاله نفسيه تعرض الشخص لهي الحاله. والمكتسبه من البيئه المحيطه الاسريه اللي هو عايش، الاجتماعيه اللي هو هالشخص عايش ضمنها. يعني اليوم وقت بنقول مكتسبه، يعني اليوم شو اللي بيخلي اليوم الانسان يصل لهي المرحله ويقول انا ما بقى تفرق معي؟ بسبب الضغوط النفسيه القاسيه اللي عم يعيشها، بسبب وصل لمرحله انه هالعقد عم يحاول انه يحلها، يلاقي الى حل، بس وصل لمرحله العجز، لانه يلاقي تمام، بيصل لمرحله العجز، مرحله العجز بطريقه انه عجز لاتخاذ قرارات او حلول لمشاكله، للضغوط اللي عم تمر عليه للشخص. فهون بيصل بحاله اللا اكتراث، لا مبالاه، انه خلص انا اكتفيت بنفسي وانا ما عاد يهمني اي شيء اخر. بس هذا الشعور بيساوي له شعور فقدان بالانشطه اليوميه بحياته، يعني ما عاد صفي عنده الشغف انه انا
شو حيكون اليوم يومي، كيف حتكون المهارات اليومية اللي أنا لازم اكتسبها، يعني بيصير ميال أكثر للاكتفاء الذاتي أو الانطواء على ذاته. خلينا نحكي أكثر عن الأسباب. هل الأسباب العاطفية، الصدمات العاطفية خلينا نقول والاجتماعية، هي ممكن أن تكون سبب بهذا الشيء أكثر؟ هلا اكيد بترتبط بموضوع اللامبالاه، الموضوع الاجتماعي او الموضوع العاطفي. يعني بسبب مثلا عندنا موضوع العاطفي، اذا انت حدا كثير بتحبيه على قلبك وغالي كثير وفقدتيه، هون بدك تصلي لمرحله صدمه، اللامبالاه بتجي صدمه، صدمه من كثر الضغوط، صدمه من كثر الامور اللي وقت بتتازم عند الانسان، بس مو اكثر. يعني هذا هي معنات اللامبالاه. فالموضوع الاجتماعي أو الموضوع العاطفي إله بيرتبطوا كلياً بموضوع اللامبالاة. بموضوع الصدمة أو بيجي مثلاً بعدة أسباب اللامبالاة، يكون مرضي، اختلال بغدد الصماء. وقت بيصير في عنا أول هذا الأسباب اللامبالاة ضمن أسباب ومرحلة تدريجية. أولاً بيصير عنا اختلال بغدد الصماء، بعدين بننتقل لمرحلة الإجهاد النفسي. يعني مثلا الانسان من كثر الضغوط، من كثر المشاكل اللي موجوده عنده، مثلا موضوع اجهاد نفسي بالتفكير الزائد، اللي هو قاعد عم يفكر للاقي حل لهدول المشاكل والضغوط اللي عم يمر فيها، ما في لهم حل وما بيلاقي لهم حل. بيصل لمرحله، هون وقت بيصل لمرحله العجز، بيصل لمرحله اللامبالاه، انه هو خلص ما عاد بده ياثر، يعني يعطي تأثير، خاصة اهتمام بالأشياء. أي موضوع عم تفكر فيه اليوم هو ما نصح أو طريقه يعني شوي خطر خلينا نقول، وما إله حل بالنهاية، فوقتها اليوم هيك آخر شيء بتستسلمي بتقولي هو اللامبالي، هو وصل لمرحلة الاستسلام، يعني استسلم لمشاكله، استسلم للضغوط اللي هو فيها، فوصل لمرحلة بسبب الضغط النفسي الشديد اللي وصل له، بسبب كارثه طبيعيه. يعني هلا وقت نحن صارت عندنا بمجتمعنا بالكوارث الطبيعيه اللي صارت، ان كان الزلزال ولا كورونا، كورونا كثير فقدنا نحن حالات، وكثير يعني صار في عندنا حالات فقدان اشخاص نحن بنحبهم. بعدين وصلنا على من كثر ما تعايشنا بالوضع المرضي صار عندنا لا مبالاة، حطي كمامة، لا أنا عادي خلص. وهنا النقطة اللي بدي لك إياها أستاذي نور، إنه نحن مو دائما بيكون اللامبالاة عنا بسبب فشلنا بأي أمور بحياتنا. أحيانا مثل ما قلتي، يعني التعايش مع الصدمات، الصدمات المتكررة بحياتنا، يعني بتصلي لمرحلة إنه أنت شو ما صار معك بعد هدول الصدمات غير مهم، لانه انت اخذتي الجرعه الاكبر اليوم من الالم، اخذتي الجرعه الاكبر من الصدمات، ان كان بالفقد، ان كان باي موضوع بحياتك، فانت شو ما صار بتقولي انا مرقت بالاصعب فبمرق من هاي القصه. فنحن ما رح نروح بتفسيرها ايضا بالفشل، لا، هون بجوز ايجابي القصه اكثر. لا، اللامبالاه هي حاله مو حالات فشل، بالعكس نحن اللامبالي وقت نحن بدنا ندعمه نفسيا بعلم النفس، نحن بنقول له دائما خلي ايمانك باستمرارك ويقينك لتحقيق هدفك، خلي دائما في عندك مهارات متعدده، خلي اسلوبك متطور دائما. يعني نحن دائما عم نزرع الامل والايمان واليقين بالاستمرار وبتحقيق الاهداف. فاللامبالاه هيك بنقدر نحن انه نحكي معه او ندخل لعالمه الخاص، يعني بهي الطريقه. بس اللامبالاه يعني ما هو انه مرض، هو وصل لمرحله، لهي المرحله من صدمه. نحن بدايه فقرتنا نحن قلنا انه هي صدمه، وكثر الصدمات، كثر الضغوط، كثر الاجهاد النفسي، وصل الانسان خلاص عنده عده اسباب، وهي اياما بتكون ايجابيه مو سلبيه. يعني عندنا اتجاهين للمبالاه، عندنا اتجاه سلبي وعندنا اتجاه ايجابي. من الممكن انه المبالاه تاثر بشكل عام على المستقبل الاجتماعي، يعني نحن عم نحكي عن موضوع شوي نفسي، يعني قلتي انه هو يمكن ايجابي شوي، بس في نواحي ممكن يكون فيها سلبيه، ممكن انه ياثر على المستقبل مع الايام. هلا كل امر موجود بحياتنا في له اتجاهين، اتجاه ايجابي واتجاه سلبي، فنحن بنقدر انه نوجه الاتجاهات بشكل المريحة لإلنا، الاتجاهات الإيجابية اللي بدها تدعمنا، تدعم مستقبلنا، تدعم مهاراتنا، تدعم وجودنا الذاتي بمجتمعاتنا وتعاملنا مع الآخرين وظهورنا بين الآخرين.
فاللامبالاة أكيد بيأثر بشكل اجتماعي وأكيد بيرتبط، يعني بحالة أنت بتعطي الإنسان زيادة يعني زيادة اهتمام، زيادة تعامل، هو عم يعاملك بطريقة اللامبالاة، أنت وصلتي بشكل اجتماعي أنه أنت بتتنحي، ما عاد تكملي مع هذا الشخص، أنه خلص هو تعامل معي هيك، خلص أنا ما عاد بدي أنه هيك. بعدين اللامبالاة بصير بيحبط، في عنده إحباط للآخر، يعني هاي وقت أنا ردود الباردة أو التعامل الجاف، وهاي لحالة بيعمل لامبالاة للآخر طريقة عادية. طيب كونه اليوم عم نذكر حالات وطرق باللامبالاة، اليوم أكيد في كمان طرق اليوم نحن يعني، وخاصة إذا كان الموضوع مكتسب يعني لن تخلص منها ببعض النواحي، اليوم هي ضرورية كتير ضروري وجودها بحياتنا ببعض النواحي، ولكن سلبية بالنواحي اللي ذكرتيها حضرتك. نحن كيف قادرين ندرب أنفسنا إنه اليوم نحن نرجع هيك نتخطى هذه المرحلة ونرجع خلينا نقول للجدية ببعض المراحل؟ هلأ نحن بنقدر نعطي أمورنا أمور الاهتمام فقط، ما منزيد مراحل الاهتمام مشان ما نصل لمرحلة تعامل اللامبالاة أو نصل لمراحل ما في إيجابية بيناتنا وبين التعامل بالشخص الآخر، ونكون نحن البيئة بيئة سليمة ما عنا تربية قاسية. يعني الطفل وقت أنت بتضربيه أكثر من مرة وصل لمرحلة اللامبالاة معك أنه خلص أنا حأخذ أنه تضربني ماما وخلص خلص الموضوع. فكل شيء بيزيد عن حده. انت بتقولي انا ما بيوجع اصلا، ما وجعني. ايه ما وجعني لانه نحن علمنا، يعني هي اعتادت على هذا الاسلوب، هي المهاره. اما وقت انت بتصير في عندك خيارات اكبر، في عندك اساليب متطوره اكثر، بصير هو في عنده لحاله شغف. يعني انت بتدخلي لعالمه بشكل غير مباشر، بتقدري انك انت تصارحي انه بالموقف اللي هو سواه، بس ما بتقدري انك توجهي له الاتهامات للشخص اللامبالاة، يعني ما بيصير تقولي له باتهامات بشكل مباشر لانه هو بيرفض هذا النقطه. ليش بيرفض؟ لانه هو مقتنع بالقرارات الموجوده عنده. يعني هو مقتنع، وصل لمرحله اللامبالاة. الانسان امتى بيصل لمرحله اللامبالاه؟ خلاص ما عاد في تاثير به خلصين خلاص بس وصل لهي المرحله فخلاص. يعني انت لازم لك طريقنا الى اسلوبنا نحن لندخل لعالمه، ما بصير انا اجي وجه له بشكل مباشر انه انت غلط، انت مو صح افكارك. طب نحن اليوم كيف بدنا نفرق بين اللامبالاه وبين التجاهل او عدم الاهتمام؟ يمكن يصير خلط بيناتهم. لا، الاهتمام هو الاهتمام، التقدير، التعامل الإيجابي المتعارف بين الآخرين بشكل كامل. يعني أنا وقت بعطيك اهتمام أو احترام بيكون في عنا أساليب نحن أساسية نمشي عليها ومتعارف من البيئة الاجتماعية كفطرية نحن موجودة عنا. والتجاهل وبالعاطفة التجاهل هذا فن، هذا فن اليوم. فن صحيح. فن. لا فعليا هو فن صحيح. فن بعدة حالات. يعني انت وقت مثلا ما بيعجبك موقف او ما بيعجبك، ما بدك تدخلي بنقاش عقيم مع الشخص الموجود، انت بتتجاهلي، انت ضمانه لشخصيتك، ضمانه ل يعني ضمانه لامورك السليمه، انه انت بتقدري خلص حامية موضوع. خليني بس أسألك بالوقت اللي بقي، إذا رحنا لموضوع العاطفة اليوم، اللامبالاة موجودة، ممكن تكون مصطنعة وممكن تكون هي مشاعر حقيقية. يعني اليوم أنت كيف قادرة تقدري تميزي أنه هذا الطرف الآخر هو عن جد غير مبالي، أو اليوم هو شعوره جدا حقيقي تجاه بهذه التصرفات؟ يعني اللامبالاة كثير منتشرة بالحب، خصوصا بالعلاقات بين الشريك. يعني بتلاقي دائما ما في علاقة ما فيها زيادة عصبية أو زيادة توتر. يعني أنت عم تسمعي أنه في عصبية، في توتر، هون لحاله معناتها في عنا من أحد الشريكين بطرف اللامبالي. يعني في مثلا أيام عدم ردوده على الهاتف، أنه أنا مشغول،
انا ماني فاضي، انا هلا مو وقتي كله اليك. يعني هذا كثير عم نسمعه وكثير عم يجينا حالات استشاريه انه انا كيف بدي اتعامل مع شريكي، دائما ما انا فاضي، دائما عمي، خصوصا اذا كانت امراه ناجحه الشريك بصير بيعمل لها حاله الاحباط انه ما كنتي حلوه، ما كان ظابط، انت لازم تكوني بطريقه، يعني دائما في عنده هلا نظره للشريك الاخر. يمكن هاي الحاله منتشره، ولكن جدا وقت اللي عم نقول نحن عاطفي، نحن عم نحكي اليوم عن يمكن لا مبالاه تكون مصطنعه، يعني كرمال كسب الاهتمام هون، كرمال مصلحه اهتمام كرمال انه هذا هي الناحيه، كرمال انه هو ملاقي مصلحه وحابب انه يستغلها. يعني هذا الوضع اساسا مرضي بحد ذاته، يعني لا مبالي ومرضي استغلالي اناني. يعني هون في حالات فتنا فيها بمواضيع نفسيه أخرى اكيد، يعني حتى صعب التعامل احيانا بيكون مع الاشخاص اللامبالين جدا، يعني انه ما في عنده، ما بيصيروا اي اهتمام شعور او شغف. يعني الموضوع اللي لازم هو ينثار بالنسبه له، يعطيه اهميته، يعطيه اهتمامه، هو ما عنده اياها، صارت لانه ردود فعله صارت جامده لاي موضوع من مواضيع الحياه. يعني صار انه ايه شو ما صار يصير خلص، ما بيأثر عليه عادي عادي. يمكن هي النقطة بيعاني منها الأزواج أكثر شيء، يعني بتلاقي إنه كثير بنسمع من النساء بيقولوا أنا زوجي غير مبالي، يعني بالمواقف المفروض يكون موجود فيها هو ما بيكون موجود، بالقرارات اللي لازم ياخذها ما عم يقدر ياخذ هذا القرار، بتقلك أنا تعبت، أنا عم بحمل المسؤولية على كذا جهة. يعني هون بجوز القصة فطرية، يعني إنه كبرت معه أو سيستم المعلم ما اللي خلى حدا يسيطر على حدا، فمثل ما بقولوا بالعامية رخى الحمل عليه، بس هي ممكن تكون سبب من أسباب فشل العلاقات الزوجية. طبعاً هلأ أنا ببداية قلت لك دائماً نحن في عنا فطري ومكتسب. هلأ الموضوع الفطري وقت صار بموضوع اللامبالاة هو بالبيئة يلي عايش فيها، أياماً بيكون الحكم بالبيئة هو ربي أنه الأم هي مسيطرة بالبيت، فهون بيرمي الحمل، ما اعتمد على ذاته، ما اعتمد على نفسه، ما تفعلت عنده مهارة اتخاذ القرار وحل المشكلات. يعني أيضا كتير بتلاقي المرأة هي اللي بتقدر أنه تاخذ القرار ومشي بيتها ومشي أولادها، وهي تعود وهو تعود خلص أنه إيه شو رأيك، يعني بس انه خلص سوي اللي بدك اياه، خلص اضربي يعني هاي القصه انت. هل هي عودته ولا هو اللامبالاه هي اللي لا هو اولا هو اجبرها اليوم. ايوه اولا البيئه اللي كان فيها، وانتقل لمرحله انه كانت الامراه هي قياديه ضمن البيت ضمن البيئه الاسريه، فلذلك هو وصل لمرحله اللامبالاه، اعتماده ورمى المسؤوليات على الامرأة بشكل كامل. هلا خلينا بهي النقطة نتخلص منها، يعني كل واحد يرجع ياخذ دوره الطبيعي. بنشكرك الأستاذة نور لحضورك اليوم لكل المعلومات اللي ذكرتيها، ودائما مثل ما قلنا السلبي مع الإيجابي، نحن قادرين اليوم نتخلص من حالات كثير بحياتنا وهي ضرورية ببعض الحالات والمواقف أكيد. يعني شكرا لك. شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية. شكرا لك وللمعلومات اللي قدمتي لنا. شكرا لكم. أما هلا رشا رح نروح لطرطوس، وتحت شعار يدا بيد نبني الوطن افتتحت الفعاليات الرسمية بمحافظة طرطوس المعرض السنوي لجمعية المهن اليدوية على الكورنيش البحري للمدينة. التفاصيل في تقرير مراسلنا محمد حسن من تاباسو. تحت شعار يدا بيد نبني الوطن افتتحت الفعاليات الرسمية بمحافظة طرطوس المعرض السنوي لجمعية المهن اليدوية على الكورنيش البحري للمدينة، والذي يضم أعمالا فنية يدوية منوعة لمجموعة من الحرفيين في المحافظة، بالإضافة لقسم خاص بأعمال نزلاء سجن طرطوس المركزي. ظل الواقع الاقتصادي الصعب نحن عايشين وقادرين نعمل معارض وقادرين نكفي، وعندنا سوق مهنة يدوية إن شاء الله شغال، والسنة عندنا في شيء جديد، عملنا ضوء على أعمال نزلاء سجن فرع طرطوس المركزي. بكل سرور لبينا هذه الدعوة عن طريق مشغولات الأخوة النزلاء. كما تعلمون النزلاء لديهم الوقت الكافي للعمل بهذه الحرفة التي يتقنونها بكل ضمير، ونحن بحاجة إلى سوق لتصريف تلك المنتجات، فكان لابد من المشاركة في هذه الفعالية حتى نحقق الفائدة المادية والمعنوية. مثل ما شايفين بموقع مطل على البحر اللي هو تاريخنا الفينيقي، اليوم نحن بنبدأ بعنوانه
اللي هو شعاره يدا بيد لنبني الوطن، لأن الوطن هو لأبنائه ولن يبني الوطن سوى أبنائه. لأشهر السوق، لأنه نحن قلنا فترة منيحة يعني هون بسوق الحرفيين اللي تحت، وتاني شيء أنه مع يعني مهرجان هيدا سنوي نحن دائما نكون فيه. عم نحاول نظهر السوق اللي لحد هلأ ما قدرنا نعمل فيه شيء، فعم نحاول نظهره والعالم نجمعهم اللي انتعوا في أشياء حلوة، في أشغال يدوية. عم نشارك لحتى نعرض التراث، لحتى نورجي للعالم تراث طرطوس، أعمال الفنانين بطرطوس. أعمالي من أطباق القش. أطباق القش اللي كانوا يشتغلوها جداتنا، وأنا حبيت إني جددها وتبين عن هويتها عن مكنوناتها للناس هلا، وهي شيء كتير حلو من عبق الماضي. المعرض يقام في كل عام لإفساح المجال لأكبر عدد من الحرفيين بالمشاركة وعرض منتجاتهم التي تعبر عن تراث الساحل السوري وأصالته، بالإضافة لكونه فرصة لتسويق منتجاتهم. محمد حسن، الإخبارية السورية، طرطوس. أما مكملين معكم مشاهدينا بفقراتنا الصباحية، وهلا وصلنا لفقرتنا ما قبل الأخيرة لنحكي فيها عن الصناعات اليدوية وفن تطريز المفارش وفن الكروشيه. طبعا هذا الفن يعد شكل من أشكال الحياكة رشا، ويتم باستخدام سنارة. كثير من السيدات بيشتغلوا. جربتي يا ليلى؟ لا ما جربت. أنا جربتها وفشلت كالعادة. فشلتي فيها؟ أنا ما جربتها، بحسها صعبة، بس أمهاتنا السيدات بدها مراء، بدها حدا كثير يكون عنده صبر بالقصة، بيقعدوا بيتسلوا فيها وبيطلعوا لنا شغلات حلوه والله. بس يعني هي تلهف قلبك لاي قطعه اليوم بتشوفيها مشغوله بالايد، يعني بتحسي فيها كميه اجمل كثير قويه حتى بتكون. اكيد رح نحكي اكثر عن هذا الموضوع مع ضيفتنا السيده مها حميدو المتعدده المواهب، ما شاء الله عليكي. رح نتعرف اكثر منك على هي الموهبه وكثير من المواهب اللي عم تشتغليها. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. صباحك حبيبه قلبي. ست مها يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. اليوم عم نحكي عن أمنا، أجدادنا، التاتي، هدول اللي كانوا دائما بمخيلتنا، يعني شتوية صيفية بإيدهم السنارة وقاعدين يعني وعندهم سرعة، كتير بسرعة أنه هيك يعملوا لك أمطاء، يعملوا لك شيء. فخلينا هيك نرجع من خلالك لنعرف من خلالك اليوم هيك عن هذا العمل الجميل المبدع. تمام. هي الكروشيه مهنة قديمة قديمة كتير، و هي فيها إبداع، فيها فن، وإذا كان الإنسان هو أخذ عن موهبة أو حب بيتفنن فيها، بيقدر يطالع فيها شغلات كتير، ممكن لبس، سكارفات، لحشات، إكسسوار، ألبسة بيبي. هي السنارة، في سنارة واحدة، في سنارتين، هي تريكو وكروشيه. تمام. طيب اليوم ست مها، اليوم حضرتك من مين أخذي هاي ال؟ هلا انا دارسه دراسه، دارسه فنون، ما في شيء بذاكرتك لحدا قديم؟ بالاضافه ستي وعماتي وخالتي وماما كلياتنا بنشتغل هيك، يعني احنا بالسهره الشتويه كلياتنا بنمسك سنين. حتى لهلا بنشوف في صبايا بيحبوا يشتغلوا هدول القصص. تمام. يعني ايه تمام. يعني بالاضافه للدراسه هي شغله مهمه عنا يا. طيب خلينا نحكي هيك اكثر، كيف بديتي تعلمتي، كيف حبيتي هي القصه؟ يعني انت حكيتي دراسه، بس قبل ما تتم هي او تفوتي بمجال الدراسه
كيف خطرت ببالك القصه؟ كانت ماما تقعد تشتغل، اخذ انا السنانير تبعتها ولف الخيطان عليهم. كنت صغيره يعني عمري شيء 7 سنين، قاموا جابوا لي سنانير صغار صرت اشتغل فيهم وتعلمت بقى شوي شوي. تعلمت هي على الشوف والممارسه اللي بتكون بالبيت انت لحالك بتقدري تشتغلي. طيب خلينا نروح هيكي لهالقطع الجماليه. اليوم انت حابه تشتغلي لنا شيء نحن عم دردش يعني، او حابه هيك اليوم نستخلص؟ خلص خلينا نتفرج على الشغلات لانه بده دقه واتقان هي الشغل اليوم. طبعا. خلينا هيك نشرح اكثر عن هدول القطع الموجودين. هلا هذا شال كروشيه، قطبه كروشيه بالسناره الواحده. هذا حلو حلو. سناره واحده اليوم؟ سناره واحده. انا قد ايه اخذ منك وقت؟ هلا هذا تقريبا بياخذ ساعات ولا ايام؟ ساعات يعني بده هذا شيء 5 ساعات 6 ساعات ليكون خالص. ما شاء الله ما شاء الله. 6 سنين انا اذا تساليني بقول لك 6 سنين معي بيخلص. لا بس تتمارسي بيخلص معك قوام. لونه كثير حلو على فكره. تسلمي لي يا رب. نفس الترتيب بس. وهذا وردي، هذا في عدد بنستخدم بالعدد يعني من عدة، وفي اتقان اكثر من هذا لسه. في هذا الافرول البيبي بالسنارتين، هذا نرفعه شوي لو سمحتي. تفضلي خليك. طيب. وفي هذا فستان كروشيه وضايفت له قماش. طيب اليوم ست مها يعني هدول القصص المبدعه يعني اكيد في لهم اساسات. اليوم حضرتك مصممه مدرسه تمام متعدده الخبرات، خلينا نتعرف عليكي اكثر اليوم. تفضلي. هلا انا درست فنون، بعد ما درست فنون درست كنت مدرسه ابتدائي. بعد من الناس صرت درس، اعطي صرت مدربه اعمال يدويه تطريز ورد، حتى عملت صفحه تصميم ازياء بعطي بالانوروا بالهلال الاحمر بمعاهد خاصه مراكز ثقافيه يعني بعطي كروشيه وكل شيء اعمال يدويه. خلينا نحكي عن الفرق بين الكروشيه والحياكه، في فرق بيناتهم ولا هم؟ هن تقريبا اللي بيكون عنده المام بالحياكه بيطلع معها الكروشيه في فن اكثر يعني، لانه هي بتعرف انت تحفر مثلا القبه تحفر الكم بتكون متقن اكثر. طيب ست مها خلينا نحكي اليوم على الكورسات اللي حضرتك بتساويها. اليوم عم تنقلي خبره جميله جدا اللي خلينا نقول يمكن سيدات عندهم حلمهم الخاص بهذا الموضوع. تمام. ممكن هو مشروع اقتصادي لهم دخل، وخاصه بضمن الظروف اللي عم نعيشها. نحكي عن هدول الكورسات وشو انتجوا اليوم السيده اللي خلصت، شو صار؟ هل صار عندها مشروع خاص لها؟ تمام. هلا نحن بنبدا من مثل ما بيقولوا من الالف يعني، بنعطي رموز للغراز بيصيروا يطبقوا السيدات. طبعا ما بتطلع السيده من عندي الا لتكون ناهيه الشغل كلياته. في كثير سيدات هي طلعت وفتحت مشروعها وعايشه من قفاها حاليا يعني، عاملين صفحات عاملين مشاريع ببيتهم لانه هن صاروا يضيفوا الكروشيه للالبسه مثلا، داير كم داير فستان يعني كثير شغلات. كثير سيدات فاتحين بيوت وحتى انا اشتغلت فيها وعلت مربحه فيها. اليوم شفت مها القصه يعني فيها هيك رزقه حلوه يعني ماشي الحال. حتى يمكن بنشوف في سيدات بيحبوا ليعملوا اشياء لاولادهم يعني تمام هيك تعملها على ايدها. حتى هذا اللي عم نشوفه طقم طاوله، هذا كوسترز الطاوله وللكاسات كامله كاسات صينيه حلو. وحتى بنضيف للكروش للتريكو تطريز حتى ممكن هذا يعني بعمل تطريز عليه كمان. طيب اليوم ست مها اليوم هذا التطور والحداثه اللي عم نعيشه ما اثر اليوم على خلينا نقول الحرف السوريه القديمه اللي دائما عم تشتغلوا على احياء بطريقتكم الخاصه ببصمه ابداعيه من حضرتكم؟ اليوم الاسواق مليانه يمكن بكثير قصص من هدول القصص يعني. اليوم بجوز تقول لك انا بروح بشتري جاهزه بدي اقعد اشتغله او هيك، كان في تاثير سلبي بالقصه؟ لا هلا هذا الشغل بالذات له طابع خاص، في ناس بتحب هيك شغلات. وكل انسان هو اللي بيقدر يقيم الشغله اللي بده اياها يعني. انت ممكن تحبي جاكيت جاهز صحيح، بس ما حيكون مثلا مثل انه انت شاغله
وضايفة عليه تطريز أو عاملة غرزة خاصة فيه، يعني له طابعه الخاص بيكون. حتى عم نشوف اليوم شو حبكات أكثر يعني أو حبكة مختلفة اليوم، شو مستخدمي هون اسمها؟ هي اسمها غرزة المروحة. ليش يعني اليوم إنه مفرغة؟ هذا شال ربيعي خريفي، الأسرة بيكون يعني خفيف على اللبس، حتى القيد تبعه خيط قطن، ما هو خيط شتوي إنه سميك يعطيكي دفا، يعني خرج هالموسم هذا. إيه حلوين، بس هيك بتحسي شوي إنه حسيتي بجو الشتوية بس شفت هذا القطن. بس مسكت يوم بتحسي حالك شتيتي. احكي لنا شوي، شاركتي ببازارات خاصة لإلك؟ تمام، شاركت بكذا بازار، شاركت بازارات كثير شاركت يعني، وكل دورة أنا بعملها بطلب إنه أعمل بعد إنه انتهاء الدورة إنه نعمل بازار للسيدات، تحس انه هي انجزت شيء، عملت شيء لحتى تضل عندها رغبه انها تشتغل، حتى ممكن نبيع منتجاتهم يعني وقت انت عم تطلعي بعد الدوره بقطعه اشتغلتيها وبعتيها، هذا حافز كثير كبير لك لانك تمارسي وتضلي عم تشتغلي الشغل هو ذاته. كان لك تجارب ايضا بقطع الاكسسوار وصممتي معك شيء اليوم نشوفه بعد اذنك؟ تفضلي. هذا تو، هذا طول السوارة عندي عزبك، شكرا لك. وهي حلقاتهم اليوم كمان مستخدمة قطبة. ايه هي قطبة الوردة صغيرة، وفي هات كمان، هات شو؟ طوق كمان. طوق؟ صبايا عم بيروحوا لهي القصص؟ في كثير صبايا بتحب هيك شغلات. هلا بالاسواق اكثر شيء دارج السبدرينات هيك الجزدين حتى يعني. تمام، هي جزدان بس كطول ما بعرف اول جزدان. حلو بس هذا نظره لا بعرف هذا بخبايه جزدان وفراطه. ذكرتيني بدي اقول لك هيك له سحاب، وهو في هداك كمان. هي كمان اكسسوار، كمان اكسسوار. يمكن شو اليوم الغرزه اللي استخدمتيها مدام بقلب بهذا الاكسسوار؟ هي كل الغراز اسمه عمود احنا بنشتغله بقى، هو التفنن بالعمود، يا ناقص يا زائد يا مايل، هو هيك بقى القطبة على حسب بقى الغرزة. هدول بياكلوا وقت كتير ولا لا؟ لا بوقتهم بسيط. بتميلي رشا لتلبسي هيك قصص؟ ايه بس للون الازرق يعني اليوم هيك. مدام مها ما شاء الله عليك يعني من التدريس لتعليم الكورسات بالاكسسوار بالشغل السناره، بنتمنى تضلي بعهد العطاء وهي الايجابيه، وبتضلي اليوم بازدهارك بنقل هي الخبرات للاجيال القادمه، وانت اليوم مسؤولين عن هي الحرف لتضل عايشه بيناتنا ونقدر دائما نتذكرها من خلال عملكم. شكرا لحضورك اليوم، بتمنى لك كل التوفيق. كثير كثير وتشرفت وقعدتي معكم، شكرا كثير كثير. شكرا لكم، نتمنى لك المزيد من النجاح والتألق بعملك، يعطيك الف عافيه. وقبل ما نروح لاخر فقراتنا لليوم، خلونا نروح بتقرير. وبمناسبه انطلاق العام الدراسي الجديد، اقامت مديريه التربيه في طرطوس احتفاليه منوعه في مدرسه السادس من تشرين الكرامه. حنكون بتفاصيل اكثر مع مراسلنا محمد حسن. بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد، أقامت مديرية التربية في طرطوس احتفالية منوعة في مدرسة السادس من تشرين الكرامة في المدينة. اليوم مع انطلاقة اليوم الأول بالعام الدراسي، احتفالية بمناسبة بدء العام الدراسي في إحدى مدارس المحافظة. هذا الأمر أيضا يشمل جميع المدارس، وجهنا جميع المدارس بأن يكون اليوم الأول هو يوم احتفالي لدخول أبنائنا الطلبة، لدخول زملائنا المدرسين في بداية عام دراسي. إن شاء الله تتكلل جهود الجميع بالنجاح والتفوق. رح نبدأ العام الدراسي الجديد إن شاء الله، ابتدأناه باحتفال احتفالية بسيطة لحتى نزرع الفرح بصدور أطفالنا يجوا على المدرسة، مو بس للتعليم ولكن للفرح وللسرور، ويحسوا أنه مدرستنا هي بيتنا الثاني. الاحتفالية تضمنت فقرات فنية منوعة قدمها طلاب المدرسة الذين عبروا عن فرحتهم بالعودة لمقاعد الدراسة. نحن اليوم مبسوطين كتير كتير لأنه أول يوم هو أول يوم بالمدرسة، وشكراً للمعلمات والمديرة زينونا هالمدرسة الحلوة كتير، وهي أحلى مدرسة أنا بشوفها. جايين نتعلم
ونتعرف على اصحاب جديده. صراحه انا فرحت كثير لانه اول يوم بالمدرسه، وانا اشتقت للمدرسه كثير لانه كثير فرحانه هلا بوجود معلماتي ورفقاتي. مبسوطين جايين على المدرسه، جايين نتعرف على رفقاتنا، جايين نتعلم. جهوزيه كامله لمدارس المحافظه مع بدء العام الدراسي لتنفيذ الخطة الدراسية وسط أجواء مليئة بالفرح والتفاؤل. محمد حسن، الإخبارية السورية، طرطوس. محلى حياة جبالنا، عمرا مشاهدينا وصلنا لآخر فقراتنا الصباحية لليوم، ورح نروح لعالم السوشيال ميديا لنتعرف على هيك ونشاهد أهم الأخبار بعالم السوشيال ميديا ونشوف رشا شو محضرتنا من أخبار. يسعد صباحك عن جديد رشا. يسعد صباحك ليلى، أكيد وصباح الخير لكل حدا انضم لهوانا بصباحنا غير لليوم. ومثل ما تعودنا كل نهار تنين نكون هيك بجولة ختامية ضمن صباحنا لنشوف أهم الأخبار اللي كانت ترند على مواقع التواصل الاجتماعي. وخبرنا الأول اليوم من روسيا، وحنشوف هيك تشكيلة لمظليين، خلينا نقول اتصف عملهم بالبهلواني، كان عندهم قفص مظلي وكان عددهم 68 شخص، تم تقسيمهم لمجموعتين. طبعا هي منافسة وتم تسجيل أعلى مستويات بالسرعة بالقياس الزمني. خلونا نشوف. حلوة هاي السقفة والقلب آخر شيء، يعني دليل نجاح ومحبة. اليوم أكيد نحن ما عندنا هاي القوة نخوض هاي التجربة، شو رأيك ليلى؟ كتير حلوة، خصوصا أنهم مجموعات يعني هيك متشابكين مع بعضهم، يعني أول مرة منشوفها. طبعا الارتفاع تم يعني القفز من خلاله هو 4500 متر، وكان التصوير جوي كان كتير جميل. وحننتقل من روسيا وحنروح للصين، ودائما بنسمع بيقولوا أنه الكلب وفي. صحيح. يعني هو احيانا بيتعز عليك الجمله انه انت تروحي تستغني عن البشر وعن الانسان لتقولي اليوم انه الحيوان الكلب اليوم بتصف بالوفاء. ولكن عم نشوف نحن بعض الفيديوهات بعض الاخبار على مواقع التواصل الاجتماعي عم تثبت هي النظريه. هروح للصين ونشوف اليوم السيده اللي تخلى عنا جميع الاشخاص وبقي مع كلبها اللي ربي من صغره ضمن البيت. خلونا نشوفه. Thank you.
قديه اليوم بتعزي عليك القصه وقت اللي بيكون يعني الكلب وفي الانسان اكثر من الانسان نفسه؟ يعني شفتي اول لقطه مؤثر كثير ومؤلم بس يمكن حلو بنفس الوقت. اي يعني اليوم كان في بديل. يعني طبعا هذا المقطع انتشر بشكل كثير واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وكان في تعليقات ايجابيه وسلبيه بالنسبه انه اليوم انه يصل بني ادم لهي المرحله تمام. ما يكون عنده سند بالحياه. ان شاء الله هيك بنقول الله لا يقطع بحدا ويبقوا المحبين بحياتنا. وحنروح لفيديو وحنروح لروسيا وحدا هيك مختص بالقفز البهلواني. اليوم هيك اخبارنا الروسيه كلها متعلقه بهي القصص ولكن من نوع اخر. اليوم هذا الشخص حب يعمل استعراض من سطح لاخر وهيك كانت النتيجه. خلينا نشوف. يعني هو خبير بهلوانيات وصارت معه هاي القصة كان رح يخسر حياته. يعني اليوم بعض هيك التصرفات الغير عقلانية يعني اليوم تماما مغامرات ما بعرف خطر له يعني بس يمكن الفيديو هو صح عفوي ومضحك ولكن مؤذي للمشاعر تماماً. والنتيجة بس يعني بس في كثير أشخاص بيحبوا هاي المغامرات الخطيرة يعني بيستمتعوا. هلا هي يعني من باب التحدي حلوة أنا بحب هيك قصص يعني ولكن القصة بدها شوية عقلانية يعني تماما. خلونا نروح لآخر الفيديوهات لليوم ونروح للرسام الإيطالي ساموراي ساغا. اليوم ضمن اللوحات اللي عم نشوفها أو حنشوفها ضمن الشاشة في رسائل حبي وصلها. خلينا نذكر شيء انه هو استخدم طريقة الحرق بالرسم واستخدم ورق شفاف هو خلينا نقول مقاوم للنار. يعني اليوم هو بحركة ايده ان كان للأسفل او للأعلى قادر انه يشكل صورة وقادر انه يمحي هاي الصورة ولكن اليوم بكل صورة كان في رسالة للناس. خلونا نشوفها. يعني بهاي الصورة يمكن إذا انتبهتوا عم نحكي اليوم عن الفارق الزمني بين الطفولة والشيخوخة. يعني الساعة الرملية أنه أنت طفلة لسه الوقت قدامك لا تصلي للشيخوخة. اليوم مايكل جاكسون والتحولات اللي طرأت عليه بالشكل حتى الممات. يعني اليوم شجرة العيلة وقطع صلة الرحم. اليوم نحن كيف قادرين من الطفولة نزرعها بالطفل وكيف قادرين اليوم أنه نحافظ عليها. يعني حتى اليوم الفن عم يحمل رسائل إنسانية لكل الناس. يعني يمكن أكثر لقطة هيك كانت موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي وأثرت هي شجرة صلة الرحم. خلينا نقول شو رأيك ليلى؟ كثير حلو. شفتي انتبهي يعني للتوقيت الزمني بين الطفولة والشيخوخة. تماما. طيب قديش حلوة. يعني هيك هو الفن رسالة فكيف إذا كان الشخص قاصد كمان أنه يوصل رسالة بهذا الوقت. أكيد هيك كانت مجموعة من الأخبار الفنية اللي هيك حبينا نستعرضها ضمن صباحنا لليوم. إن شاء الله يا رب كانت على ذوقكم وإن شاء الله قدرنا من خلال هذا الصباح نقدم لكم المعلومات اللي بتفيدكم بحياتكم اليومية. بدي أتشكر كل الأشخاص اللي رافقونا لليوم. بقيت نهار حلو لكم. شكرا لك يا ليلى. شكرا لكم المصورين. يعطيكم ألف عافية. تعبناكم معنا. أكيد الصبايا اليوم متواجدين بالكنترول هلا وعلا ونسرين هلا سعدي المخرج جعفر أحمد وميمس. يسع صباحكم. كل الشكر لكم. يعطيكم ألف عافية. كونوا بخير. باي باي. يعطيك العافية رشا وبتمنى لكم بقية نهار كتير حلو لكم وتكونوا استفدتوا من كل الفقرات والمعلومات اللي قدمناها. تبقوا بألف خير. باي باي.